مجالس المحافظات حلقة ضرورية جدا، لا يغرك كلام بعض الإعلاميين للأسف الشديد أريد أقولها بصريح العبارة المأجورين أو جمهور الأخوة النواب. مجلس المحافظة ولد فراغ كبير، ولد هدر بالمال العام، ولد عدم وجود رقابة على الدوائر الخدمية. النائب يعني أنا أستغرب، في تلك الفترة كانوا النواب هم بالأساس فشلوا في استحصال حقوق البلد أجمع، فشلوا في مراقبة الوزارات السيادية في بغداد. طيب كيف يفشلون في وزاراتهم وأجي أنطيهم عبء ثاني وأحملهم يعني حمل آخر اللي هي مراقبة المحافظات؟ أنا أرى أنه مجلس المحافظة سد منيع لحقوق أهالي محافظة نينوى وعموم العراق، لأنه السلطة التنفيذية وما أفرزته هذه المرحلة من فساد وهدر في المال العام يفوق بكثير ما تكلموا عنه في السنوات الماضية. الخلل هنا في أهالي محافظة نينوى وفي مدينة الموصل بالتحديد، عدم مشاركتهم بالانتخابات خلى الكل تطمع أنه تحصل لها مكانة في محافظة نينوى. مشاركة الناخب في الانتخابات هي من يحدد بوصلة من سيحكم محافظة نينوى بالمستقبل. أنا أستغرب من أهالي محافظة نينوى وعد ما يطلع لي شخص هو قبل الانتخابات بيومين أو ثلاثة يسافر ويترك المحافظة ويرجع بعدها ينتقد ويرجع يحكي، وكأنه يعني ما يدري بنفسه ايش سوى من جرم بحق أهالي محافظة نينوى. وطبعا كل الأحزاب تطمع وكل الأحزاب حريصة على مصالحها، لكن الكلمة الفصل بالتالي راح تكون للمواطن قبل هذه الأحزاب اللي أتت إلى محافظة نينوى. لحد الآن الموصل تعيش حالة فراغ سياسي، والحديث عن كتلة من نينوى راح تكون مهيمنة على الوضع أيضا. هذا كلام يعني ما يستند إلى المنطق، لأنه الفراغ السياسي واضح وصريح. طالما أنه وجود فراغ سياسي واضح وصريح وعدم وجود قائد فعلي، احنا نريد قائد سياسي متمكن يقود المحافظة إلى بر الأمان ويحافظ على حقوقها، بالتالي كل هذه الأحزاب اللي ذكرتها أنه هي دخيلة على محافظة نينوى أو حديثة عهد على محافظة نينوى، ما راح يصير لها القدرة والقابلية والإمكانية للدخول، لأنه راح تتحمل فوق طاقاتها بحكم وجود قائد سياسي وحزب سياسي واضح وصريح لأهالي محافظة نينوى.